شو صار بمكتب المدير هاندا؟ وقفوني عن الشغل لبين ما يخلص التحقيق. ليش ما بتقدمي استقالتك وبيكون خير إلنا كلنا؟ ليلى روحي من وشي، ماني متحملة حدا، فلا تزيدي علي. طلعي فيني، مثل مشايفة ما في حدا غيرنا هون. يلا اعترفي، مستحيل تكوني بهالغباء، خليتي ياخد سلاحك عن قصد. يلا احكي. زينب خدي هالمجنونة من هون، وإلا ما بتعرفي شو ممكن أعمل فيها. وانتي ليش تضايقتي مني؟ ليكون بدك يعني اجي مشان سليكي؟ لك اهدي ولا تضغطي على البنت. انا برايي انتي المسؤوله عن اللي صار، بسبب اسلوبك المرعب بالاستجواب دمرت معنوياته وخليتيه ينتحر. هاندا بكفي هيك، يلا انتي طلعي لبرا. بالله جد؟ تعالي شوفي شو بدها، قال انه انا اللي خليته ينتحر. شو رايك تعلميني كيف الاستجواب؟ لك انتي وين عشتي وكبرتي لحتى وصلتي لهجنة؟ ايه تعالي معي لورجيكي كيف قضيت حياتي. بكفي، حاجتكم بقى، والله بروح بخبر اصلان هلا. هاندا اطلعي لبرا يلا. لك زينب ما عم تشوفيها، هي عم تتهمني بشكل رسمي، عم تقول عطيته سلاحي عن قصد. خليها تروح على كل مراكز الشرطه وتسال عني مين بكون. انا ما اجيت لهون بواسطه مثلك، انا ناجحه كثير مشان هيك طلبوني. بالله عن جد انا اجيت بواسطه لهون؟ بما انك اجيتي فجاه فعل اكيد واسطتك كبيره، او زعجتي مديرك محل ما كنتي وغضب عليك ونقلك لعنا. تمام هاندا، لا تكبري القصه، رح يجي المدعي العام، ما بدنا فضايح. بكفي يلا يلا اطلعي لبرا يلا. مزبوط اجيت بواسطة. ايه وانا بعرف، شفتي شلون طولت لسانة؟ انا بدي روح اصلها يا ليلى. مشان الله لا تكوني سخيفة، اوف اعملي يلي بدك يا اف. لوين رايحة؟ شو لصة كمان؟ الدخنة عم تطلع منك. حاضرب هاندا. آه بالله شو، لا تواخذيني لأني وقفتك. بالإذن منها. طبعاً طبعاً، خليني أخذك على شي مشفى هلأ مشان يفحصوكي. مو قلتي لي أنه معك غدة أو هيك شي؟ أنا بعتقد الموضوع أكبر، بلكي بيعطوكي دواء الأعصاب مشان تهدي. مو معقولة عصبيتك ليلى. يلا بلشي بالعد معي، 1 2 خدي نفس وبلشي. 1 مستحيل، والله ما بتزبط معي، هدي اعصابي بالعد بنوب. ايه شو يعني لازم تضربي وتكسري؟ طولت علي وهالشي مرفوض. ايه لانه دائما الحق معك، تنازلي شوي. مستحيل اتنازل عن حقي ليلى. كرم شرفت. مرحبا ضابط اصلان. شو يلي صار؟ كنا رح ناخده على الفحص الطبي، بعدين رح ناخده لعندك. أخذ سلاح الضابط هاندا وقوص حاله. في تسجيل الكاميرات؟ أي في كل شيء. وين صارت؟ جوا ملف جيهان كراداك، صار مسؤوليتي. كيف؟ أنت عن جد عم تحكي؟ ليش ما عندي خبر بهالموضوع؟ بما أني إجيت خلينا نعمل نظرة على القضية. شو؟ أكيد تفضل. شو؟ كرام؟ شو عم بيصير هون؟ كيف بيعمل هيك من دون ما يخبرني؟ زينة ولك بيعرف انه هالملف حساس، شلون ما بيخبرني؟ فوتي. حاسة انه راسي رح ينفجر او رح جن. والله عم شوف نهايتي قدام عيوني، كرم رح يحبسني وتنتهي حياتي. زينب اهدي وروقي، ما حدا رح يعتقلك ولا رح يحطك بالحبس. انتي ما بتعرفي لكرم ما بيستسلم بنوب، بالاخر بيحلها. انا بعرف انه استلم هالملف بسبب الفيديو اللي نزله هداك الولد. ولك أنا الغبية قلت له أنه أرجمان تهددني كمان، كيف ما توقعت أنه ممكن يساوي مثل هيك شي؟ خلاص لا تلومي حالك زينب، بالنهاية هو بضل زوجك، شو بيعرفك أنه كان رح يصير هيك؟ هالشي ما في خير يا ليلى، بركي كرم استجوبه لجيهان، وساعتها جيهان خبره أنه مرتك كان في إلها علاقة مع أخي. ما بعتقد هالشي، أنا متأكدة أنه جيهان ما رح يعمل بنوب. عم تضغطي عليه كتير ورح يأذينا كل ما حس إنه محاصر، بيعرف إنه بدك تنتقمي منه وهو ما رح يسكت. حقدك إله رح يكون نهايتي. يعني كان في خبر أي مدعي عام تاني أو أصلا؟ لا مو هيك، المهم ما يخبر كرم. إن شاء الله ما يخبر كرم بيلي سوا أخوه، ما بدي أخسر الشخص يلي حبيته. بلشتوا التحقيق مع الضابط هاندا؟ يا ترى هي سلمت سلاحها وشهادتها؟ ايه سلمت،
معناها خليها تطلع لبرا، أنا باخذ إفادتها من مكتب النائب. سيدي، تسجيلات الكاميرا جاهزة. فهماني كل شيء، رح روح. أنا رح وصلك على بيتك، استنيني تمام؟ لا تروحي. تمام. اسمعي، تحججي بكرم واطلبي إعفائك من القضية. شو رأيك؟ وشو رح تفرق بعد هلأ؟ تخيلي رح يقلعوني من المهنة زينة. لا تعملي هيك. حبيت ودعك حبيبتي، لوقت ما ينتهي التحقيق ما رح كون موجودة. لا حبيبتي، انتي ما رح تتقلعي ابدا، فهمتي؟ هي المشكلة رح تنحل كلياتنا معك. تمام. الرجال فضل انه ينتحر على انه يحكي شيء، بالعادة بيهتموا بهيك شخص مثله بالسجن. يعني عم تقول هددوه؟ ملكي حس انه ما رح يقدر يتحمل الحياة جوات السجن، او بيتوتر من التحقيق معه. محمود، سمعت المدعي، بتدوروا عن عيلة نظمي او اذا في حدا بيقربه هون. بس بعتقد في موضوع اهم، ما عاد فينا نثق بتقرير الطب الشرعي بخصوص بينار لانه عرفنا انه تلاعب فيه. اي والله معك حق، لازم نفتح قبر بينار طبعا مشان يعيدوا تشريح الجثه. انا رح اجيب الاذن، بس لبين ما اجيب الاذن يا ريت تحكوا مع عائله المغدوره. خذوا الاحتياطات، نحن لازمنا كتير ادله لحتى نربط هاي الحادثه بجيهان كرداك. ارجوماند كرداك شو وضعه؟ لساته مبين، عم ندور. ممكن يكون هرب برات البلد؟ والله ممكن، احتمال. بس جيهان كرداك عم يدور على أخوه كمان، وهو ما بيعرف عنه شيء. متأكدين إنه أرجومانت لساته عايش؟ ما في أي شيء بيقول إنه ميت. رح أخذ قرار مشان فتح القبر من محكمة الصلح، بس يطلع تقرير الطب الشرعي. نتحرك على حسب هذا الشيء ونحط خطط جديدة لحتى نوصل للحقيقة. نحن بحاجة لدليل قوي كتير لحتى نقدر نعتقل جيهان كرداك. لا تقلق بنوب، رح نعتقله. ضابط زينب، في عندك شيء بتحبي تقولي؟ لا حضرة المدعي. يعطيكوا العافية شباب. شكراً، الله يعافيك. مو عأساس ما رح نشتغل على نفس الملف؟ قلت لك انسحبي. ومفكر هالشي بإيدي؟ ولا أنت هلأ عم تعاندني؟ لا مو هيك، وانت بتعرفيني منيح، أنا ما بقبل إنه حدا يهدد مرتي، هذا هو السبب. وصل لك الخبر؟ ساويت مثل ما طلبت، يعني نظمي مات. سمعت، الله يسلم ايديك. وهلأ دورك يا آغا، لازم توفي بوعدك لألي وترجع لي أخي بسلامة. نحن عم نلاحق رجال الآغا يا أخي، لما يعرفوا مكان أرجومانت رح نتدخل فورا. أصحك تخليهم يحسوا بشي، كونوا منتبهين. لا تقلق بنوب، من هلأ ورايح نحن اللي حنكتب القصة، بينكتب يلي منقوله. بس خبر الرجال حتى يكونوا جاهزين على طول. مثل ما بدك. حياتي، أهلين وسهلين حبيبي. مريت على السوق وأنا راجع على البيت، جهزت لك كل الأكلات اللي بتحبها. جوعان مو هيك؟ شو عم يصير معك أيسال؟ احكي شو الموضوع. ليش استغربت؟ بس إجا على بالي ساوي الأكلات اللي بيحبها زوجي حبيبي، وين الغلط بالموضوع؟ شيطاني مثلك ما بتساوي هيك حركات على الفاضي. ما بستغرب تكوني حاطتي لي سم بالأكل. سم لإلك؟ لا والله هاي مو حلوة منك بالمرة. جيهان، أنا بحبك يا روحي. بس أنا بحياتي ما حبيتك أيسال، عم تفهمي؟ لا أكيد هالشي مو صحيح. أنت عم تحكي هيك لأنك مزعوج مني مو هيك؟ اسمعيني، أنت بالنسبة لألي مجرد ورقة محتفظ فيها لرجعه لأخي بخير وسلامة وبس. عرفتي شو أنت؟
مسكتك، أنا مسكتك. شو كنتوا عم تلعبوا سوا برا؟ كنا عم نلعب مع حصان بابا. شوف إلك عندي خبر يا شاهين، أبوك حيرجع خلال 3 أيام. عم تحكي عن جد يا عمي؟ حلو كتير. يا سلام. شو بدنا نساوي لوقت الأكل؟ نلعب مع بعض. مع بعض؟ إيه. وشو حنلعب؟ طيب تعال معنا عمي. بابا تعال تعال. طيب بس خبروني شو حنلعب. يلا تعال عمي. حكولي بلكي ما بعرف لها اللعبة. بابا. ها؟ لعبة طمامة. أويا؟ 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 ألو أختي زينب؟ حبيبتي أويا معك شي؟ لا، آخر مرة شفتها لما طلعنا من المدرسة وأنا رجعت على البيت، هي مالها بالبيت؟ بعتقد إجت. تمام، شكرا حبيبتي، باي. أويا مو هون. شلون يعني؟ ليكون الحقير خدعه وأخذها معه؟ مستحيل. وشلون فيك تكوني متأكدة لهالدرجة؟ عملها مرة وممكن يعملها مرة تانية، مستغرب ليش ما اشتكيتي عليه؟ مستحيل يتجرأ يساوي هيك شي، بيعرف انه بخطر والكل عم بيدور عليه بهالوقت، متأكدة انه ما رح يعمله. يمكن بسببي. اليوم وقت وصلت بهدلته للولد يلي نشر الفيديو على النت، ما بعرف شلون فقدت أعصابي. بعرف إنك كتير متضايقة مني مشان هيك ما رجعت على البيت. يا ربي. استغفر الله. رح دور عليها عند رفقاتها. أنا جاية معك. هديك البناية يلي على اليمين، أنا ساكنة بالطابق الثاني. أوه شي حلو، منطقة فخمة. إيه معك حق. شو رأيك تجي معي تشرب فنجان قهوة؟ شكراً، بوقت تاني. شلون صرت ارتحتي شوي؟ ماني مستوعبة بنوب، ما بعرف شلون ارتكبت هيك غلطة. نحن بشر وكل البشر بيغلطوا، طالما قرر انه يموت كان ممكن ياخد سلاحي. ليلى كتير اهانتني، قالت لي اني سويت هالشي عن قصد. هي ما بتعرفك، كانت عم تتهمني اني خاينة وجاسوسة. انا بكفلك هاندا، مو أنا اللي اخترتك بفريقي؟ خلاص بترجاكي لا تبكي، بكفي. تمام. أنا رح كون جنبك على طول، ما رح أتركك لحالك أبدا، هي المشكلة رح تنحل ورح ترجعي على الفريق مرة تانية، لا تاكلي هم. إن شاء الله. يلا روحي وارتاحي. ماشي. أسف، لا تواخذني حضرة الضابط. لا مو مشكلة، لا تحكي بهالموضوع. يمكن أنا خليتك تحسي بطريقة غلط وأنت مشوشة هلا. خلينا ننسى يلي صار، ممكن؟ طيب يلا بشوفك.
جايبتي لنا شي خبر منيح؟ يعني حطيتوا القاتل بالحبس؟ لا للأسف، بس في تطورات جديدة، مضطرين نعيد تشريح جسد بينار. المدعي العام أخذ الإذن من المحكمة ورح ينفتح قبره. لا تعملوها، بترجاكم. مجبورين وما في عنا خيار تاني. يلا بسرعة. بابا يا ترى امتى رح ينزل المطار؟ اصبري يا ليلى، بس نخلص راس بتنزل المطار. اذا ضليتوا هيك واقفين عم تحكوا ما رح تمطر بالمرة. يلا. شاهين تعال هون لشوف يا بطالة. عود هون ابني. شو هالضربة؟ بابا كنت راكد وانطرقت ايدي بالباب. طلع فيني، عم تقول الحقيقة مو هيك؟ نحن اتفقنا على الصدق، ممنوع تكذبوا شو ما كان السبب. شوف عمو، عن جد ما في شي، بس طرقت بالباب. تمام صدقتك. يلا اركضوا، يلا لسه ما نزل المطار. يلا استعجلوا بسرعة. جيهان بيك، جيت لخبرك إن الأكل صار جاهز. رح ننزل فورا. يلا بكفي لعب يا أولاد. شت، شو ما عم تسمعوني؟ ولك مجانين. يلا تعوا معي غسلوا إيديكم مشان ناكل مع بعض. يلا اركضوا اركضوا، بكفي انت وياها. غسلي وشك وانزلي لتحت مشان ناكل سوا. بدك يعني انزل واكل ولا كأنه شي صار؟ ايه حتعملي اللي بطلبه منك، واذا بتساوي اي شيء بيأثر على الاولاد ما رح ارحمك بنوب. طالما عم تقول مهتم لمشاعر الاولاد، ما بتخجل انه بدك تحط امها لبنتك بالسجن؟ لا تشغلي بالك، ما في ولد بالدنيا بيزعل على امه القاتله. حتى ممكن يكون مبسوط اذا هي راحت. بالله جد جيها، تعوا اسمعوا مين عم يحكي وكانه ايديك نضاف. بنتنا صغيره وما لها فهمان شيء، بس لما تكبر رح تعرف شو بيشتغل أبوها وكيف بيكسب المصاري، يعني رح تعرف حقيقتك. وقتها يا ريت تحكي لها عن كل جرائم القتل اللي ارتكبتها لو سمحت. بعد دقيقتين بدي شوفك تحت. بيني وين بدها تكون راحت اذا ما انا عند ولا وحدة من رفقاتها؟ زينب اهدي شوي بس روقي وخلينا نحكي، فكري لوين ممكن تكون راحت. لسه في رفيقتها ياسمين. طيب انت بتعرفي وين عنوان ياسمين؟ ايه بعرفه بتذكره. استنى روحوا بهالطريق وبعدين على اليمين. طيب الو. طيب جاي فورا. شو؟ شو الموضوع؟ اويا وينها هلا؟ هي عند ابوكي، رح وصلك على البيت وبجيب اويا. لا رح روح معك.
انت شلون رح تكون محايد بعد ما شفت الفيديو على النت؟ ما كان لازم تتدخل بهالقضية. انت بتعرفيني منيح، انا بوقف بصف العدالة، يعني رح سلم المجرمين للعدالة مثل ما بساوي مع كل المجرمين. هدول المجرمين هددوا لمرتي، وأنا بحرق الدنيا إذا بتتأذى شعرة من راسك. أنا ما راح أسمح لأي حدا يحاول يأذي المرة يلي بحبها ويلي راح تكون أم ولادي بالمستقبل. فهمتي هلا؟ راح جيب خويا. اويا اجت لعندك، ما فيك تقضي ولا ليلة من دون هالسم؟ بنتي اجت لعندي بعد هالفترة الطويلة وما بدي احتفل؟ يا ربي حججك جاهزة. انا عم بشرب لحالي وما عم اذي اي حدا حوالي، شو فيها هي؟ وكيف رح تأذينا اكتر بقى؟ ما بيكفي قديش اذيتنا؟ رجعتي تشوفي للوسخ ارجومانت مو هيك؟ من وين خطر على بالك هالشي؟ لا تكذبي، اويا خبرتني بكل شي. اوف شو هالريحة اوف. انتي لهلأ مع عائلتي ها؟ شو؟ حطتي لي راسي بالطين وزليتينا قدام أهل الحارة وهلأ بدك تجيب العار لزوجك؟ انت شو من بين البشر بابا؟ أنا كم مرة قلت لك شو الموضوع؟ كم مرة قلت لك شو سوا فيني هداك الوقت الوسخ بس ما سمعتني بالمرة وما بتعرف شو صار فيني؟ شو صار فيكي؟ لك سألتي حالك شو صار فيني أنا؟ تعرفي أني طول هالسنين ما عم استرجي اطلع بالناس؟ يا ربي طبعاً أنت عايشة مرتاحة، زوجك رجال غني كتير وبيحبك ومأمن لك كل شيء بتحتاجيه، والمسكين ما بيعرف حقيقتك. شوف أنا ما بدي أسمعك بالمرة. ومالك مهتمة أبداً، أبوك شو عم يأكل شو عم يشرب؟ طلعي فيني كل فترة بتبعتي لي مصاري، فهمتي؟ ولا بحكي له لزوجك عن ماضيك الوسخ. أنت كيف بتتجرأ تهددني بهالطريقة؟ أمي ضلت سنين تعاني بسببك وبسببك ماتت مقهورة. زينب انت منيحة؟ ايه منيحة منيحة. تعالي حبيبتي. امشي بابا بخاطرك. يا امان الله ما في شي. لا تنسي لأبوكي. بتشكرك لأنك خبرتني. تصبح على خير. ليش مستعجل يا صهري؟ كنا ضيفناك شاي على قليلة. مرة تانية. عطول بتخلي أعصابك تهدى بهالطريقة؟ ما فيك تخلي دمك يكون بارد شوي؟ مثلك يعني؟ والله أنا قدوة ممتازة. بدك الكل يكونوا مثلك؟ يعني يكون الفريق أصلانات صغيرة حواليك وما حدا يخالفك بالرأي. كلامي مزبوط؟ إيه لا مو لهالدرجة، أنا بحترم الآراء المختلفة.
معناتها ليش بدك يعني اتغير؟ ما بدي اياكي تتغيري، انا بس بدي اياكي تهدي اعصابك شوي. غضبي اللي سواني الشرطيه شاطره وخلاني افكر بشكل افضل. شو يعني لازم ضلني ازعجك وعصبك لتنجحي بالشغل؟ لا شكرا، ما في داعي تساوي شي، بدبر اموري. بلا ما تروحي نعمل ماتش، هيك بتفضي غضبك فيني. تعبانه شوي، مره تانية. تصبحوا على خير يا جماعة. أويو، بتعرفي إنك حياتي، أنت الأمانة اللي تركت لي إياها أمي، وأنت مو بس أختي، أنت كل عيلتي. صدقيني أويو، إذا بتتأذى شعرة منك أنا بحترق. بعرف غلط يلي ساويته بالمدرسة، بس أنا كنت معصبة وهداك الولد تجاوز حدوده وزعجني كتير. ما بسمح لحدا يزعجك طول ما أنا عايشة أويا، ما بتحمل زعلك. بعرف أختي، هدفك عطول تحميني. بحلف لك إنه طول ما أنا عايشة ما حدا رح يقدر يأذيكي يا روحي. حبيبتي الله يحميك. أوه أختي الصغيرة، صالحنا هلا؟ يلا تصبحي على خير. تصبحوا على خير. تصبحي على خير. منيح انك جنبي، بتشكرك كتير. والله لو ما كنت جنبي حبيبي لكن جنيت على آخر. رح ضل جنبك على طول. شو منا؟ في شي بالملف عليه ببالي ولازم اشتغل. انتي نامي. طيب تصبح على خير. تصبح على خير. بعرف انك قد ودود، كنت متأكد انه ما في حدا غيرك بيقدر يعملها. شو مشان التحقيق بخصوصك؟ ممكن توعي بشي مشكلة؟ لا مستحيل هالشي، لو شفتني دموعي عخدودي طول الوقت، وأصلاً عم يتعاطف معي ما رح يتركني. برافو عليكي، انت شاطرة كتير بشغلك، وأنا كمان حأضغط عليهم شوي من فوق لترجعي لوظيفتك بسرعة. شكراً إلك، بس بدك الحقيقة كتير حبيته لنظم، قوص حاله بدون ما يتردد بنوب. بالبداية ما تقبل الموضوع، بس لما خاف من تهديدي قبل يعملها. ما اتفقت مع هاشمت على هالشي. أنا شو دخلني باتفاقك معه؟ الأمور تغيرت، ليش ما عم تفهم؟ ما فيني أعملها. شو هالحكي؟ بسيطة، شوف هالصورة يا نظمي. لك شو بتكون بمرتي وبنتي يا حيوانات؟ ها؟ هلأ قلي لشوف، فيك تعملها ولا ما فيك تعملها؟ أنت قرر. صدقني إذا طلعت من مركز الشرطة بكيس الجساس، مرتك وبنتك رح يعيشوا مبسوطين دائما. عفكرة بنتك حلوة مهضومة، عن جد هي بنتك إلك؟ لأنه أكيد ما رح تسخب ضناك، بالآخر القرار إلك. رح تاخد المسدس مني وتحطه على راسك وتضغط على الزناد، فهمت؟ امشي خذه لشوف. انا مسحت تسجيلات كل الكاميرات وما حدا رح يشك فيني، كلهم حاولوا انه يراضوني، بس الشرطيه الجديده ليلى اكون هي الوحيده اللي شكت فيني واتهمتني فورا، تهجمت علي كمان. يا ريت تعطيني الاذن مشان اقتلها، لانه وقت ارجع على الوظيفه ما رح اتحمل وجودها. لا اصحك، انتبهي، لا تورطي معها. ليش؟ لأني هيك عم قول يا هاندا، لا تقربي منها ولا تعطي معها، فهمتي؟ اي فهمت. طالما هيك عم تقول أنا مستحيل أرفض لك أي أوامر، أنت كل شي عندي. على كل من بعدين بخبرك شو السبب. في شي خبر عن أرجمان؟ ايه
رح يرجع خلال يومين. كتير منيح. لما يرجع بالسلامة حنجتمع كلنا مرة تانية. بس دير بالك ها، لأنه كل الشرطة عم يدوروا عليه. كوني مطمنة ولا تشغلي بالك، وقت أخذه بحضني مستحيل أتركه. يلا تعي لشوف. تعالي. اسمعي، إذا لزمني أي شيء بتصل فيكي تمام؟ أصحك تتصلي أنت. ماشي تكرم. يلا ديري بالك على حالك. وأنت رجالنا قلبوا اسطنبول فوقاني تحتاني بس ما عم يلاقوا. حطينا كل قوتنا وما قدرنا نلاقيه. وأنا استغربت شلون ما لقيته. بنتي إذا ما قدرنا نلاقي الكلب أرجومانت خلال يومين، جيهان رح يرتكب مجزرة. لهيك خلي جواز سفرك جاهز، زبط كل الأمور منشان تسافري برا البلد. بس شو ما صار مستحيل اترك زوجي وروح. أرجومانت لازم يرجع، ما في خيار تاني، مفهوم؟ هداك اللي عم تقولي إنه زوجك وبتحبيه كان رح يسلمك للشرطة، ولسه عم تقولي ما بدك تتركيه أنت جنيتي أيسل؟ شو كان بدك يا يعمل يعني؟ أنت خوفته، جن جنونه لما سمع إنك رح تقتل أخوه. ولا جيهان مستحيل يساوي هيك فيني. بعدين مو أنت قلتلي إنك ما رح تخلي ولا أي دليل ممكن يتهمني فيه؟ وشو منشان الفيديو؟ بركي في نسخة تانية. بعد ما نلاقي أرجومانت رح نعرف وين النسخ، وساعتها مندمرهم كلياتهم. رأيي بلا ما نترك مصيرنا بيد هالحقير، لازم تقلب البيت فوقاني تحتاني مشان تلاقي تسجيلات الفيديو. ما بدنا يقع بإيد جيهان. كلامي مفهوم أيسال؟ طبعا مفهوم بابا، مفهوم. الجسم هون. لك وين جسد بنتي؟ يا بنتي! الله يلعنكم يا عديمين الشرف! لك اتركني، اتركني، ابعد عني، بدي احرق حالي، رح يكون هالقبر قبري انا، يلا اتركني لاحرق حالي. خلص اهدى. بايدي حطيتها لبنتي بالقبر بايدي. كوني وين راحت بنتي؟ أمل بالله هي ماتت، على قليل رجعوا لنا جسدها. طول بالك عم مروق، خلص. لكن هذا هو وعدك لإلي؟ ليلى، ليلى،
لحظة قعدي هون احكي لي شو الموضوع. فهميني شو صار. هلأ هنن عم يحتفلوا بانتصارهم علينا وعم يضحكوا لأنهم خدعونا. دائما بينفذوا خططهم الوسخة وبيسبقونا بخطوة، عم يربطوا ايدينا وما عم نقدر نساوي شي. مين بيعرف جثتها المسكينة بأي مكان وشو ساولا؟ والله أنا ما كنت متوقع يطلع منهم كل هالقد يا ليلى. بيعملوا أكتر، أنا بعرف أسود جيهان أكتر من الكل. حاولت ما أبكي على قبر فاضي مرة تانية وما خلي دموعي ينزلوا، فكرت أني تجاوزت هالشي بس طلعت غلطانة. الفرق الوحيد هاي المرة أنه هذا القبر مو قبر. ما فهمت شو عم بتقولي ليلى؟ كيف يعني هالقبر مانو قبرك؟